مشاكلكم وكان فكوها عليكم. كاين الحل على أصوات. كيفاش الإنسان يغلق الحساب؟ إلا غلقوا بالطريقة القانونية السليمة ما يعاودوش يصيفطوا له رسائل وكشوفات، وما يعاودوش يقولوا له أعطينا ريال ولا جوج، ولا قالوا له ما يديهاش فيهم. شنو هي الطريقة السليمة القانونية؟ هو أنه كيقبض رسالة، طبعا خصو يصفي الوضعية ديالو مع البنكة، ما يكونوش كيسالوه الفلوس. وشنو كنقصد بالفلوس كيسالوه؟ كيسالوه يعني خرج شي شيكات، عطى شي شيكات للمستفيد من الشيك، عطى شي امر بتحويل، طلب شي فلوس وخرجها، واذا كتسالو البنكه الفلوس خصو يسول الوضعيه ديالو، ما تبقى البنكه كتسالو حتى شي حاجه. الواجبات ديالو اداهم مزيان، تعطيهم ديك الساعات وقرر باش يغلق الحساب، تيدير واحد الرساله سميتها الموضوع طلب اغلاق حساب، طلب اقفال حساب. مسألة بسيطة واضحة. إذن يعطيها لهم. ملي غيديها هو الوكالة البنكية، يمكن الوكالة البنكية ترفض تاخذ من عنده ديك الرسالة، أو تقول له بلا ما نعطيك إشعار بالتوصل صافي حنا غادي نديرو اللازم. تنقول له لا، تنقول للزبون لا، تقبل ديك الرسالة ما تعطيها لهمش منك ليهم، تعيط للمفوض القضائي وغتقول له الله يكثر خيرك بشحال توصل لي هذه الرسالة لهذ البنكة، يقول لك ها بشحال وشحال، تقول له هاك بلغها لهم، تيبلغها وكيجيبها لك محضر. ديك الساعات سواء توصلهم او رفضوا يتوصلوا كيجيب لك محضر بذلك، وكتقبض داك المحضر وكتخبعو، وديك الساعات سيرتاح مع راسك. الا صيفطوا لك رسائل وقالوا لك كنسالوك الفلوس ما تديهاش فيهم. نعم. الا ما غلقتيش الحساب ديالك بالطريقه القانونيه، وشنو هي الطريقه اللا قانونيه؟ هو كيجي عند البنكه تيقول لهم الله يخليكم هذا الحساب راه ما بقاش انا تهمني، راه ما بقاو عندي فلوس، راني ما بقيتش خدام، قررت نغلق هذا الحساب. تيقول له صافي شفويا، تيقول له صافي صافي يكون هاني غادي نشدوه، او تعطيهم رساله تيقول لهم طلب اقفال الحساب وتاخذوها منه وما كيعطيوش اشعار بالتوصل، وتيقول له صافي يكون هاني، ومن بعد 3 سنين و4 سنين كيصيفطوا له كشوفات قالوا له كنسالوك الفلوس. هذا طريق غير قانوني، هذه طريقه غير قانونيه لاقفال الحساب. اذا هذا غادي يبداو يصيفطوا له يقولوا له كنسالك الفلوس، وحتى ملي يصيفطوا له يقول ديرها بهذه الطريقه غير قانونيه ويقولوا له كنسالوك 2000 درهم ولا 1000 درهم حيت كنسالوك بعض المصاريف، ما يخلصهمش حيت ما عندهمش الحق، حيت الفصل 305 من مدونه التجاره تقول الا بقى واحد الحساب سلبي يعني ما فيهش فلوس او ناقص اكثر من عام ما تحركش، تيخصهم يصيفطوا رساله للزبون وتيقولوا له اسيدي راه حنا غنقفلوا الحساب ديالك الا ما جاوبتيناش. هو خصو يجاوبهم في اجل ديال 60 يوم، يا اما يقول لهم بغيت نحافظ على الحساب ديالي ما تقفلوش، او يسكت. الا سكت خصهم يقفلوه، والا جاوب قال لهم خليوه تيخليوه. اذا في كلا الحالتين طريقه قانونيه او غير قانونيه، الا كانت هذه الحاله متوفره ما يخلصش هذوك المصاريف. وفي المحكمه الا تقاضوا في المحكمة ودعاتوا البنكة في المحكمة غير يربحون في المحكمة ما يخلصش.